الغرض من الاحصائيات اللي انا بقولها لكم ان العمل عمل كبير جدا 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 جدا، اكبر مما نتخيل، واحنا عايزين نكمل، عايزين نكمل في الخطه والرؤيه واللي ربنا حطهن عشان نقدر نكمل فيه. وهنقدر نكمل مش بس بصلاتك، مش بس بتشجيعك، مش بس بالحاجات الجميله اللي بتقولها لنا، لكن باشتراك شهري ثابت. طيب وبالنسبه للاقتصاد الواقع والدنيا الصعبه دي، احنا في مطب فعلا السنه دي عشان نقفل البادجت بتاعتنا بتاعت السنه دي والميزانيه بتاعتنا، مطلوب مننا مبلغ كبير، ولسه في مئات الالاف ويمكن اكتر من مليون كمان لسه مطلوب مننا في قناه الكرم. احنا عندنا ايمان انه بصلاتكم وتشجيعكم وتعاضدكم هنكمل مع بعض. زي ما حضراتكم عارفين ان قناة الكارما بتخضع للتفتيش، فكل سنة بتيجي هيئة تفتش علينا. الهيئة دي لا هي مصرية ولا هي عربية، لكنها امريكية وموجودة في عدة ولايات، وانا مصر على كده جدا علشان اتأكد ان كل دولار بيدخل من حضراتكم في الكارما بيطلع في مكانه الصح. واحنا خلصنا الاودت بتاعنا من حوالي اسبوعين او حاجة زي كده، نشكر ربنا، بنمجد ربنا ان كل حاجة سليمة وزي الفل، وده بيدينا الختم بتاع الانتجريتي اللي هو بيطلع قدام حضراتكم من وقت التاني، اللي هو الاي سي اف اي، واحنا مصرين ان احنا نكمل بالشكل ده وهنكمل في اسم المسيح. وده يرد على ناس كتيرة من حضراتكم او من اللي بيسمعونا اللي بيقولوا الكارما مش محتاجة. انا جاي النهاردة وبقول الكارما في اشد الاحتياج، الكارما محتاجة، بقالنا سنة واكتر الدنيا صعبة جدا. فأنا بشجعك النهاردة تكون شريك شهري، وكمان تحط مبلغ جزء مرة واحدة عشان نعدي المطب اللي احنا فيه ده. أمين أحبائنا.